بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا للمحاضرة رقم 5 والخاصة بالفيزابيليتي ستاديز واللي أخذنا فيها البيباك بيريود، اليوم راحين نتطرق لمؤشرين آخرين اللي هم النت بريزنت فاليو وأيضا البروفيتابيليتي إندكس، مؤشر الربحية. طبعا الفورمولا او النموذج او الاكويجن الخاصه بالنت بريزنت فاليو هي مجموع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه للمشروع ناقص الاي سي. المقصود بالاي سي اللي هي الانيشال كوست اللي حكينا عنها بالمحاضرات السابقه. الاي سي شو بيساوي؟ ايضا البي ام تي ضرب ان. الاي سي بتساوي اللود على 1 على طبعا 1 ناقص على 1 زائد i باور n على i ضرب n. n اللي هون نفس اللي n اللي هون. بنرجع بنذكر بقانون القاعدة الزمنية للنقود. طبعا البريزنت فاليو والاي سي كلياته بتأثر بالقاعدة الزمنية للنقود. كيف؟ اذا كان نمط الاحتساب انيولي i بقسمها على 1، إذا كان سيمي أنوال آي على 2، كوارتلي آي على 4، مانثلي آي على 12، والديلي 1 على 365. لكن إن شو بتساوي؟ واي ضرب 1، إم على 12 اللي هي عدد الأشهر، اللي الأيام على 365. إذا بدي إياها هيك راح تكون ضرب 1 بتعطيني كم سنة، إذا ضرب 2 كم نص، إذا ضرب 4 كم ربع، إذا شهر بالأشهر كم شهر، إذا بالأيام 365. إذا ضروري جدا نفهم القاعدة الزمنية للنقود. نأخذ لاحظ البريزنت فاليو شو بيساوي؟ هو P1 على 1 زائد I قوة N زائد P2 على 1 زائد I قوة N إلى BN على 1 زائد I قوة N. هذا اللي هو القانون البريزنت فاليو. لكن في قانون جدا مهم واحنا حكينا عنه، إذا كان بتحدث عن مقاطع أو بتحدث عن سنجل بيمنت اللي القدرة، بنقول P على ضرب عفوا 1 ناقص 1 على 1 زائد I قوة N على I. بنلاحظ المقطع هذا اللي هون هو بحل الكارنت، بحل المقطع الحالي، تقسيم على 1 زائد i باور n اللي هو المقطع السابق او المقطع الذي يسبق الحالي اللي هو البريفيوس. يستطيع هذا القانون ان يحسب الانيوتي ويستطيع ان يحسب ايش عندي السنجل بيمنت. ناخذ مثال اكزامبل. لو اخذنا هذا الاكزامبل رقم 1، كالكوليت نت بريزنت فاليو، بنلاحظ بالسنة الأولى ما في تدفقات نقدية، صفر. ببلش هذا المشروع بيجيني تدفقات نقدية 700 دينار بالسنة الثانية، بالسنة الثالثة 700 دينار، بالسنة الرابعة 700 دينار، ولكن اعتبارا من أي سنة؟ من السنة الثانية. إذن راح يجيني هون 2100، أيضا بالسنة الخامسة راح يجيني 500، وبالسنة السادسة بنهاية السنة السادسة 800. بلاحظ سعر الفائدة لهذا المقطع متساوية وسعر الفائدة لهذا المقطع متساوي. إذا أستطيع أن أخذ أذول هيك اللون الأصفر مقطع، ويعتبر هذا بريغس، هذا بيسموه المقطع الأول، بينما المقطع الثاني هي عبارة عن أذول هيك الخمسة والستة زي بعضهم بعض، وكل الفترات إيش عندي السابقة تعتبر بريغس عندي. باجي بحل المقطع الأول اللي هو المقطع الأول، بيساوي 700 ضرب 1 على 1.6% قوة 3. لاحظ 6% 1 2 3، إذن 3 700 كمان مرة 1 2 3، إذن شرط تزامن الآي مع المبلغ على تقسيم 6%. إذن أنا حليت هذول اللي بالأصفر. أسعب بدي أرجع لورا، عندي شو اللي في عندي ورا؟ عندي 1.5% كمان مرة قوة 1 على 1 على 1.5% قوة 1. شو بتساوي؟ بتساوي لي 1782.7 بالألف. بدي أجرب الآلة الحاسبة، عليها. لاحظ باجي بقول 1، بفتح قوس 1 ناقص 1 تقسيم 1.6%، أكمل 6% قوة 3 تساوي تقسيم 6% ضرب 1 تقسيم
تقسيم 1.5% قوة إيش عندي؟ 1/700. كم بتساوي؟ بتساوي لي 1782. إذا المقطع هذا الأول بيساوي لي قيمته الحالية إذا كان السعر الفائدة 6% راح يساوي لي 1782. إذا لابد لا أطلع المقطع الثاني وأجمع المقطع الأول مع بعضهم البعض. باجي على المقطع الثاني، أي بقول 800 ضرب 1 ناقص 1 1.7% قوة 2. 7% تكررت كمان مرة 1 2، وال800 أيضا إيش عندي تكررت مرة 1 2 مرتين. البريفياس تبعها شو البريفياس؟ في عنده 1.6% قوة 3 1.5% قوة 3. لكن بشكل سريع ممكن أخذهم كالآتي بدون ما ألد هيك. باجي بلد وين على المقطع اللي قبليه. المقطع اللي قبليه شو كان عندي؟ هاي السابق البريفياس وهاي تعتبر إيش عندي؟ سابق إله. إذا أنا من المقطع الأول بقدر أطلع إيش عندي؟ تو بريفياس اللي هو 5% و6%. لكن كم مرة 6%؟ قوة إيش عندي؟ قوة 3. باجي بقول 800 ضرب أطلعها على الحاسبة بصفرها بقول 1 بقول 1 ناقص بفتح قوس 1 تقسيم 1.7% قوة 2 تساوي تقسيم 7%. إذا أنا حليت إيش عندي؟ المقطع الحالي. شو في المقطع السابق؟ تقسيم بفتح قوس 1.5% ضرب 1.6% قوة 3 ضرب 800 ضرب 800. كم بيساوي الجواب؟ 1156. 1156 زائد 1782.07. إذا التدفقات النقدية كم بتساوي؟ 2938. بدي أجل الآي سي. الآي سي هنا أعطاني إياها بدون إيش عندي؟ بدون ما يعطيني أي معلومات، وقال لي الآي سي بتساوي إيش عندي؟ 1000 دينار. شو ما علي يساوي عندي؟ راح أقول 1782.07 زائد 1156.628 بطلع قديش؟ 2938. يعني القيمة الحالية للتدفقات النقدية بيساوي لي 2938.600. لكن قديش أنا دفعت عليه؟ كلفة 1000. إذا 2938.614 ناقص 1000 بيساوي لي 1938.614. إذا أكسبت. إيش عندي؟ لأنه موجب بق يكون المشروع ايش عندي موجب، بيكون هو منطقه ايش عندي منطقه القبول. لكن لو كان عندي اكثر من مشروع انا بساوي دراسه له، باخذ اكبر مشروع قيمته موجب، يعني بيكون المشروع افضل مشروع بالنسبه لهذا المعيار هو ذلك المشروع اللي بتكون قيمته ايش عندي، بتكون قيمته موجبه. اذا بنروح على اكسرسايز 2. بنروح على اكسرسايز 2، بنشوف هذا الاكسرسايز. لاحظ هذا الاكسرسايز بالسنة الأولى والسنة الثانية ما في تدفقات نقدية. ابتداء من السنة الثالثة ولغاية السنة الثامنة بجيب لي تدفقات نقدية 400 دينار. إذا عندي إيش عندي؟ مقطع واحد. الآي سي أيضا معطيني إياها إيش عندي؟ معطيني إياها جاهزة، معطيني إياها بيقول لي 2000. إذا راح أقول 400 ضرب 1، أول إشي بترك ال 400 بخلي الآخر، بقول 1 ناقص 1 على 1.7% قوة 6. ليش قوة 6؟ 1 2 3 4 5 6. إذا راح تكون 6 وسعر الفائدة إيش عندي؟ متزامن مع 6. لكن شو في بريفياس؟ في بريفياس ال 5% قوة مرتين عندي، قوة هاي البريفياس عليها. إذا بيساوي لي 1729 أيضا بحلها، بقول 1 ناقص 1 تقسيم 1.7% قوة 6 تساوي تقسيم 7%. تقسيم 1.5% قوة إيش؟ قوة 2 ضرب 400. كم بيساوي لي؟ بيساوي لي 1729 دينار. إذن القيمة الحالية للتدفقات النقدية كم بيساوي لي؟ 1729. أسعد بدي أطلع النت بريزنت فاليو، بقول 1729.300 346 ناقص الاي سي. الاي سي شو مال اعطاني ايش عندي؟ جاهز ناقص 2000. اذا 1729 و356 ناقص ال 2000 راح يكون ايش عندي؟ ماينس. اذا راح يكون ايش عندي؟ ماينس. كم تساوي الماينس؟ كم بيساوي 1000 ناقص ال 2000 شو بيساوي لي؟ بيساوي لي ماينس 270. اذا الماينس بيساوي لي 270
وستة ثلاثة أربعة. إذا راح يكون إيش عندي؟ ناقص 270، ناقص 270. إذا راح يكون المشروع إيش عندي؟ بالرفض. ليش؟ لأنه قيمة التدفقات النقدية الحالية أقل بكثير من التدفقات النقدية الخارجية اللي هي الانيشال كوست. إذا هذا لاحظ هذا كيف أخذته مقطع واحد والآي متساوي عندي ولكن في بريفيوس عندي سام. إذا هذا اكزامبل 2. هسه بروح على اكزامبل 3، بروح على اكسرسايز رقم، خلينا نشوف هالاكسرسايز هذا اللي هون. هذا اكسرسايز أيضا في عندي سنوات من السنة الأولى لغاية السنة العاشرة، وهذا عندي بالسنة الأولى ما في تدفقات نقدية، والسنة الثانية ما في، والسنة الثالثة ما في. ببلش بالسنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هذول الأربع سنوات راح يجيني 1000 1000 1000، لكن اعتبارا من السنة الثامنة ولغاية التاسعة والعاشرة كل سنة راح يجيني 10000. إذا اللي باللون هذول راح تكون مقطع، وهذا البريفيوس تبعته، هذول مقطع والسابق كلياته إيش عندي؟ بريفيوس. لكن بقول لي الآي سي بده يقترض، هذا صاحب المشروع بده يقترض 15000 لمدة 3 سنوات، سعر الفائدة السنوي 6%، التايب مانثلي. إذا الخطوة الأولى لازم أطلع كم يساوي الآي سي، وحتما الآي سي لازم تكون أكبر من القرض. ليش؟ لأنه مضاف إلى إيش عندي؟ الفوائد. إذا 15000 على 1 ناقص 1 و5 بال 5 بالألف قوة 3 ضرب 12، ها 3 ضرب 12. ليش؟ لانه هون عندي تايب مانثلي على 5 بالالف ضرب، قلنا حتى اطلع الاي سي هاي اللي هي الباور ان مضروبه ايش عندي في مره ثانيه ايش عندي، لانه هيك بتطلع لي ايش عندي؟ بتطلع لي البي ام تي. ايضا بدي احسبها على الاله الحاسبه، باجي بقول 15000، لاحظ كيف بساوي تقسيم، بفتح قوس وبسكر قوس وبرجع داخل قوس وبنزل بسط مقام، بقول 1 ناقص وبنزل بسط مقام عندي، بقول 1 تقسيم 1 سعر الفائدة، بكون أنا قسمت 6% على 12 بيساوي لي 5 بالألف. كم قوة؟ 3 ضرب 12، 3 ضرب 12 على بنزلها بالماوس حتى أنا على 5 بالألف، على 5 بالألف ضرب أيضا ضرب 3 ضرب 12 كم بيساوي لي؟ 16000. إذا القرض هذا راح يكون كم يساوي؟ إذا هذا القرض راح يكون إيش عندي؟ 16427. إذا ال 15000 اللي أنا بدي أقترضهم راح البنك يضيف عليهم فوائد 1427 دينار 846 ليصبح 16000، لكن أنا بعطيني البنك 15 وبسدد للبنك قديش؟ 16427. بدنا نشوف التدفقات النقدية القيمة الحالية. إذا طلعت الآي سي، خلصت من الآي سي عندي. هسا بدي أطلع إيش عندي؟ النت بريزنت فاليو. كم المقطع عندي؟ 1 2 1 1، هاي زيها. إذا عندي أنا مقطعين، هذولا مقطع هيك وهذولا إيش عندي؟ مقطع. باجي على المقطع الأول بقول 1000 ضرب 1 على 1 و5%، سعر الفائدة قديش عندي؟ 5% عندي. قوة كم عندي؟ قوة 4. لاحظ هذا مفصول عن هذا، هذا مفصول عن هذا. هون ما قال لي ايش عندي، قال لي هون ايش عندي؟ بيرير. هون ايش عندي؟ كونه هون بيرير لازم تكون هون عندي ايش عندي؟ تكون انيولي على 5%، قوة 4، الألف تكررت 4 مرات على 5%. شو في بريفيوس؟ في بريفيوس 1 و4%، قوة إيش عندي؟ قوة 3، قوة 3. بدي أحل السؤال على الآلة الحاسبة، أيضا بقول 1 ناقص، بفتح قوس، 1 تقسيم 1 و5%، قوة كم؟ قوة 4 تقسيم 5%، تقسيم 1 و4%، قوة إيش؟ قوة 3 ضرب 1000، ضرب 1000 بيساوي لي المقطع الأول القيمة الحالية تبعته كم بيساوي؟ 3152 و337. على الرغم من انهم كم هن؟ 1 2 3، على الرغم من ايش عندي؟ 4000. ال 4000 اني بدي استلمهم ايش عندي؟ ابتداء من السنة الرابعة بيساوي لي ايش عندي؟ بيساوي لي 3152. لكن في 10000 من اي سنة؟ ال 10000 من السنة الثامنة والتاسعة، يعني معناته بدي يجيني ايش عندي؟ 30000. لكن ال 30000 القيمة الحالية تبعتهم كم تساوي؟ راح اقول 10000
ضرب 1 على 1.7%، 1.7%، كم من مرة تكررت 10,000 بشكل متزامن مع 7%؟ 3 مرات على 7%. إذا أنا حليت هون عندي هذا المقطع هيك هيك، هذا المقطع الحالي الكرنت. لكن شو في سابق؟ برجع مباشرة بلد على القانون السابق هون، هذا القانون المقطع الأول، في سابق عنده إيش عندي؟ 1.4% قوة 3، وأيضا عنده 1.5% قوة كم عندي؟ قوة 4. باجي بحسبهم، باجي بحسبهم، شو بقول؟ بقول 1 ناقص، بفتح قوس، 1 تقسيم 1.7% قوة 3 تساوي تقسيم 7%. حليت المقطع الأول، لكن بدي أرجع على البريفيوس، بقول تقسيم وبفتح قوس، 1.4% قوة كم؟ 4% قوة 3، قوة 3، بنزل الكيرسر لتحت، 1 وأيضا و5% قوة كم عندي؟ قوة 4، قوة 4 تساوي ضرب 10,000 عندي، 10,000 بتساوي لي ايش عندي؟ بتساوي لي 19,193.709. بدي اجمع عليهم زائد 3,152.337، كم بتساوي؟ بتساوي لي 22,346. اذا القيمة الحالية للتدفقات النقدية كم بتساوي لي؟ 22,346 ناقص الاي سي، الاي سي قلت عنها كم تساوي لي؟ بتساوي لي 16 ناقص 16,427.846، اذا 5,918. إذا كونه موجب، إذا هذا المشروع شو ماله إيش عندي؟ في منطقة القبول. إذا هذا المشروع مقبول، ليش؟ لأنه قيمته موجبة. شو القيمة تبعته؟ القيمة موجبة تبعته. بنروح على اكسرسايز آخر، بنروح على اكسرسايز أطول، بنشوف، بنشوف هذا مشروع عنده بالسنة الأولى والثانية والثالثة ما في تدفقات نقدية، لكن بالسنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من هون من هون من هون لهون، من هون لهون، أضول إيش عندي؟ راح يكون إيش عندي؟ 600 دينار، ولكن 600 دينار إيش عندي؟ بير مانث، بير مانث. وعندي هون إيش عندي؟ 1,000 دينار. يعني بالسنة الرابعة، بالسنة الرابعة بدي يجيني بالشهر الأول قديش عندي؟ 600. والسنة الخامسة الشهر الأول بدي يجين إيش عندي؟ 600. والسنة السادسة الشهر الأول 600. يعني معناته أذول إيش عندي؟ متساويات إيش عندي؟ على مستوى إيش عندي؟ على مستوى السنة. سعر الفائدة عادة بحاول إنه ما يكون في أعداد دورية، بحيث إنه لما أنا أقسمها إيش عندي؟ ساوي. إذن أنا ممكن أساوي على ورقة صغيرة زي هيك، شو بساوي؟ هاي باجي بحسبها، بقول 6% على 12 بساوي لي 5 بالألف، بيساوي لي ايش عندي؟ 5 بالألف. ايضا ال 528 بالعشرة آلاف بقسمها على 12، وال 66 على 12 بتعطيني رقم، بحسبها بطلعها هون. بدي اجي على الاي سي، انه هذا الشخص بده يقترض قديش؟ 100,000 ولمدة 3 سنوات، والاي 9%، والتايب مانثلي. اذا بدي اقسم هاي على 12، والثلاث سنوات بدي اضربها ب 12، يلا هاي بروح على ال 100,000، 100,000 على 1 على 1.75 بالعشرة آلاف، منين اجت؟ اللي هي 9% على 12، شو بتساوي لي؟ 75 بالعشرة آلاف، قوة كم عندي؟ 3 ضرب 12، 3 ضرب ايش عندي؟ ضرب 12 على 75 بالعشرة آلاف، أيضا حتى أطلع الآي سي نفس الرقم اللي هون بضربه بعد ما أطلع النتيجة، بقول ضرب 3 ب 12. إذا بدي أحسبها، بقول 100,000 واحد اثنين ثلاثة تقسيم، بفتح قوس وبسكر قوس وبرجع داخل قوس، بحط بسط، بقول 1 ناقص وبنزل بسط مقام، 1 على 1.75 بالعشرة آلاف قوة كم عندي؟ 3 ضرب 12. بنزل كمان، بنزل بالماوس بالآلة الحاسبة حتى أوصل إيش عندي؟ 75 بالعشرة آلاف. لا برد أعيد مرة ثانية، 100,000 واحد اثنين ثلاث تقسيم، افتح قوس، سكر قوس، بدأ ارجع داخل القوس، 1 ناقص وكمان بنزل قوس، بقول 1 على 1.75 بالعشرة آلاف باور ان 3 ضرب 12، وبنزل الحاسب وحط ايش عندي؟ 75 بالعشرة آلاف ضرب 3 ضرب 12. اذا كم يساوي الاي سي؟ إذن هذا القرض
اللي أنا بدي أخذه من البنك، البنك اللي بدي يعطيني 114 بدي يعطيني 100,000 على 9% لمدة 3 سنوات وأصير أسدد شهري، معناته لازم أسدد كم؟ أسدد 114,479، معناته في 14,479 هذولا فوائد بدي أضيفهم. إذا طلعت الآي سي، خلصنا من الآي سي، أسعد بدي أطلع إيش عندي القيمة الحالية للتدفقات النقدية. باجي المقطع الأول كم يساوي؟ يساوي لي 600 دينار ضرب 1 على 1 و44 بالعشرة آلاف. منين ال44 بالعشرة آلاف؟ اللي هي 528 على 12 بتطلع ايش عندي؟ 44. كم سنة عدهم؟ 1 2 3 4 5، 5 لكنه ايش عندي؟ بير مانث، 5 ضرب 12 على 44 بالعشرة آلاف. شو في بريفيوس؟ في بريفيوس 6%، 6% بقسمها على 12 بتطلع لي 5 بالقلب، لكن كم سنة؟ 1 2 3 3 ضرب 12 شو بيساوي لي؟ بيساوي لي 26,389.88. خلصت من المقطع الأول، بروح على المقطع الثاني. المقطع الثاني كم من في قلب؟ 1 2 3 4 5000. باجي بقول لاحظ الخمسة وين راح تكون؟ هون مكررة مشان هو يرجع يضرب هاي. بقول 1 على 1 و55، منين ال 55 بال 10000؟ اللي هي 66 بالألف على 12 وتعطيني 55 بال 10000 ضرب 12 على 55 بال 10000. البريفياس باخذه من المعادلة السابقة مباشرة، المعادلة السابقة هاي، المعادلة السابقة هاي ال 1005 ضرب 3 ب 12 وهاي اللي هون بنزلها هون عندي. اذا لو ضربت هاي المعادله راح يطلع 32739، 32739 هاي زائد هاي، شو بتطلع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه؟ 59128810. بدي نقصهم ايش عندي؟ حتما هذا المشروع راح يكون ريجكتد، مرفوض. ليش راح يكون مرفوض؟ لانه ايش عندي؟ الكلفة تبعته أكبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية. رايحين نشوف كيف. هاي إذن أنا اللي هي 26,389.88 زائد 32,739.700 بطلع 59,128 ناقص 114,479 راح يطلع ايش عندي؟ ماينس 55,350. يعني انا لو اخذت هذا المشروع راح ادفع ايش عندي من جيبتي؟ هذا ريجكتد. ليش ريجكتد؟ لانه ايش عندي؟ بالماينس. بنروح على السؤال اللي قريب للسؤال الاسئله الامتحانات، بنشوف الاكسرسايز رقم 5 وهو راح يكون اخر اكسرسايز على النت بريزنت فاليو. لنفترض انه في عندي فتره بيريود، هاي الفتره الزمنيه، هاي الفتره الزمنيه من سنه لست سنوات ما في تدفقات نقديه وبيكون المشروع اندر كونستراكشن تحت الانشاء وما راح يكون في تدفقات نقديه، ولكن ببلش هذا المشروع من السنه السابعه للسنه العشرين. لنفترض انه الطابق الاول او وحده الاعمال الاولى راح تجيب لي 7000 بير مانث، وأيضا وحدة الأعمال الثانية في نفس المشروع راح تجيب لي إيش عندي؟ بتجيب لي 3000. يعني شهري راح يجيب لي قديش؟ راح يجيب لي 10,000 دينار. لكن من أي سنة عندي؟ ابتداء من السنة إيش عندي؟ من السنة السابعة. أسعد كيف أنا بدي أعرف؟ إن ما بجي أقول 20 ناقص 7، وإنما بقول 20 ناقص 6. شو بتطلع عندي؟ بتطلع عندي 14. إذن هون 14 سنة، هون 30 ناقص 20، كم سنة؟ 10 سنوات. باجي سعر الفائدة كم؟ 6%. هنا 66 بالألف، 66 بالألف 84,000. بنيجي على الآي سي، الانيشال كوست. الانيشال كوست هذا المشروع الكلفة تبعته لازم يكون معي 200,000، وأيضا في opportunity cost، في عندي كلفة الفرصة البديلة. حتى لو كان معي مصاري وما بدي اقترض، وجود المصاري بالبنك هي بتجيب لي ايش عندي؟ عوائد. إن أنا بدي أقعد أسدد بهذا المشروع إيش عندي؟ بدي أقعد أسدد فيه 6 سنوات، وسعر الفائدة إيش عندي؟ 6%، والتايب monthly payment، monthly راح يكون إيش عندي؟ monthly payment راح يكون التسديد إيش عندي؟ شهر. إذا تطلع الآي سي، حتما الآي سي راح تكون أكبر من 200,000، لأنه راح يكون مضاف إلى إيش عندي؟ مضاف إلى سعر الفوائد. إذا 200,000 على 1 و5 بالألف، الخمسة بالألف منين إجت لي هاي؟
اللي هي 6 على 12، وعندي 6 ما دام انه هاي قسمتها اللي هون، هاي 6 قسمتها على 12، اذا بدي اضرب الفتره ايش عندي 6 سنوات، بدي اضربها ب 12 على 5 بالالف ضرب، قلنا هاي بضربها في هاي، شو راح يصير؟ 238649. اذا الاي سي راح تكون علي 238649.5، يعني معناته البنك بده ياخذ علي فوائد 38649 649 دينار و5 و58 فلس و580 فلس. اذا خلصت انا من الاي سي، وجزء كبير جدا من الاي سي صار العمليه سهله لانه كان هناك صار عليه اكثر من سؤال. لكن بدي احل المقطع الاول، المقطع الاول هذا اللي هون، هيك المقطع الاول في له بريفياس، البريفياس له 6%، راح اقول 1 ناقص 1 على 1.55 بال10,000. منين اجت هاي؟ هاي طبعا هون انيوال انترست ريت لازم تكون، كونها انيوال انترست ريت لازم تكون زي ما هون الدفعات مونثلي، لازم تكون هون الانيوال الانترست ريت لازم تكون مونثلي، حتى تكون مونثلي بقسمها على 12، شو بتساوي لي؟ بتساوي لي 55 بال10,000 ضرب قوة كم عندي عفوا؟ قوة 14 ضرب 12. منين 14 ضرب 12؟ اللي هي 20 ناقص 6، 20 ناقص 6 14 على 55 بال10,000. إذا هذول هيك، إذا حليت المقطع الحالي اللي هو هذول اللي هو من 7 ل20 اللي فيها 14 سنة، لكنه في 6 سنوات بريفياس سعر الفائدة كم؟ 1 و5 بالألف. قوة كم عندي؟ 6 ضرب 12. إذا هذا القيمة الحالية لهاي المبلغ كم بتساوي لي؟ بتساوي لي 764407 مبدئيا من المرحلة الأولى. إيش عندي؟ المشروع هذا إيش عندي؟ مقبول. المرحلة الأولى أنا إيش عندي؟ كاف. إذا 764407 إذا التدفقات النقدية لها. بدي أروح أحسب إيش عندي؟ المقطع الثاني، هاي المقطع الثاني عندي. إذا هذا المقطع الثاني، المقطع الثاني منين اجت 12000؟ اللي هي اجت 12000 من وين عندي؟ هيا عندي 5000 زائد 7000، 5 زائد 7 بيعطيني 12000، هي 12000، 12000 باجي بقول على 1 ناقص 1 و7 بالالف، ايضا منين ال7 بالالف عندي؟ ال7 بالالف هيا اللي هي ال84 بالالف، 84000 تقسيم 12 كم بيساوي لي؟ 84000 تقسيم 12 كم بيساوي لي؟ بيساوي لي، لاحظ اسعه طلعت معي رقم انا زي هيك ما عرفت اقراه، وحكيت كيف انك بدك تعالج، بتقول له زائد 1 وانت بحاجه للزائد 1، اذا بيساوي لي كم عندي؟ بيساوي لي بالمقطع الثاني بيساوي لي ايش عندي؟ 7، بيساوي لي ايضا هيها بيساوي لي هون 7 بالألف، قوه 10، قوة 10 ضرب 12، قوة 10 ضرب 12 على 7 بالألف. إذا حليت المقطع، أسعت المقطع السابق بأخذه منين عندي؟ من المعادلة الأولى. هيا منين بأخذها؟ هاي المقطع السابق، في عندي ال 1 و5 بالألف قوة 6 ضرب 12، هيا اللي في عندي هون 1 و55 بال10,000 قوة 14 ضرب 12، هيا خطة هون. إذا أنا بأخذ البريفياس من وين؟ من المقطع إيش عندي؟ من المقطع الأول. حسبتها بتطلع معي 270,109,484. هسا بدي أجمع المقطع الأول والمقطع الثاني، عندي 764 و407 و120 زائد 270 و109.484 بيساوي لي 1,034,516.604. إذن القيمة الحالية للتدفقات النقدية 1,034,000. إحنا الانيشال كوست كم بيساوي لي؟ 238,649. باجي بقول النت بريزنت فاليو صافي القيمة الحالية 1,034,516.604 ناقص الاي سي اللي هي 238,649,580 كم بيساوي لي؟ طبعا بيساوي لي 795,867 وهي قيمة موجبة. اذا هي راح تكون ايش عندي؟ في منطقة ايش عندي؟ منطقة القبول. ايضا بكرر، لو كان عندي مشروعين
لو كان عندي مشروعين، مشروع هذا كانت ايش عندي 795,897، وكان صافي القيمة لمشروع ثاني 800,000، بيكون المشروع الثاني افضل من هذا. كلما كبرت القيمة، صافي القيمة الحالية كلما كانت موجبة وكبيرة، كل ما كان المشروع بيكون افضل. بنروح على مؤشر اخر اللي هو Profitability Index، اللي هو مؤشر الربحية. مؤشر ايش عندي؟ مؤشر ربحية. مؤشر البروفيتابيليتي اندكس، مؤشر ربحيه، شو بيساوي؟ بيساوي لي مجموع البريزنت فاليو للنت كاش فلو على الاي سي. بالنت بريزنت فاليو كنت اطرح، وانا شو بساوي؟ بقسم بقول البي اي اذا كانت اكبر من واحد اكسبت بمنطقه ايش عندي؟ بيكون منطقه القبول. اذا كانت البي اي اقل من واحد راح يكون ايش عندي؟ ريجكت. بدي احل الاسئله اللي كلياتهم على البروفيتابيليتي اندكس، الاكزامبل 1، اكزامبل 2، اكزامبل 3، اكزامبل 4، 5. باجي على السؤال الاول. السؤال الاول كان ايش عندي؟ كانت القيمه الحاليه للتدفقات النقديه 2938 و7 بالالف على 1000 بتساوي ل 2938، اذا هذا مقبول، قيمته موجبه، قيمته ايش؟ موجبه، واكبر ايضا ايش عندي؟ اكبر من واحد. شرط اساسي ان تكون القيمه موجبه وايضا تكون ايش عندي؟ اكبر من واحد. طبعا بكونها قسمه كل الارقام راح تكون ايش عندي؟ راح تكون موجبه، لكن معيار القبول او معيار الرفض اكبر او اقل من واحد. الاكزامبل 2 كانت 1729 و359، احنا كنا نقول ناقص ال 2000، ساعات التقسيم 2000 عندي، رقم صغير على رقم اكبر راح تكون اقل من 1، 864، اذا راح تكون ايش عندي؟ منطقة الرفض. الاكزامبل 3 كان عندي تدفقات النقدية 22346 على 16427، اذا 1.36%، اذا او 136% راح يكون ايش عندي؟ في منطقة القبول. الاكزامبل رقم 4 كانت التدفقات النقديه للقيمه الحاليه، التدفقات النقديه 59128 على 114479، اذا رقم صغير على كبير ايش عندي؟ بتطلع ايش عندي؟ اقل من واحد، بيساوي لي ايش عندي؟ 516000، يعني تقريبا نص، تقريبا نص. المشروع الثالث الاخير الاكزامبل 5 كان انا عندي التدفقات النقديه مليون و34516 و604 على 238، على 238 و649، راح يساوي لي ايش عندي؟ 4.3. لو كانت هاي المشاريع عندي وبدي اختار انا على هذا المؤشر، على هذا المؤشر راح اختار ايش عندي؟ راح يكون عندي افضل هذا المشاريع، افضل هذا راح يكون افضل هذا المشروع. لكن البروفيتابيليتي اندكس له عيوب كثيره، وراحين نجمل العيوب فيما بعد ضمن كشف واحد للمؤشرات اللي تقريبا الثلاث اللي اخذناهم، البي باك بيريود والنت بريزنت فاليو والبروفيتابيليتي اندكس. طبعا النقطه الاساسيه هون من العيوب تبعته اللي هي ignore volume of the project، اللي هو بتجاهل حجم المشاريع. يعني كيف بتجاهل حجم المشاريع؟ يعني لو قلت 1:2.5، 2:4.5، مليون تقسيم 2 مليون، نص، يعني النتيجة واحد قاعدة، ولكنه بتجاهل ايش عندي؟ بتجاهل حجم المشاريع، حجم المشروعات بتجاهله. ايضا من عيوبه ايش عندي؟ بتجاهل ايضا ignore reinvestment amount of money، اللي هو بتجاهل ايش عندك؟ اعادة استثمار التدفقات النقدية. طبعا كلياتهم بتجاهل اعادة استثمار التدفقات النقدية باستثناء مؤشر اللي هو بسموه modified internal rate of return، modified internal rate of return، او قلنا عنه ابيتر ميجر. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون مع الـ IRR والmodified internal rate of return، وشكرا.